السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من مستشارك الطبي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا للأسرة المصرية، مشكلة بيعاني منها كثير من الأسر داخل مصر وخارج مصر. هنتكلم النهاردة عن العناد عند الأطفال، ويسعدني يكون معايا الدكتورة نسرين إبراهيم استشارة الطب النفسي. أهلا بك يا دكتورة. مسلم. دكتورة نسرين، في الأول عايزين نعرف العناد ده أسبابه إيه؟ هو العناد أسباب كتير، يعني مثلا منها عدم الصبر أصلا في التعامل مع الطفل، إن الطفل نفسه الترتيب بتاع عمره، يعني عمره الزمني، لو عنده تأخر في اللغة بيسبب سبب من أسباب العناد، العنف الوالدي في المعاملة الأسرية، الترتيب وسط إخواته. ايه هو الترتيب، البيئة نفسها، يعني البيئة، الشارع، النادي، الحاجات دي كلها من الأسباب اللي بتسبب العند عند الأطفال وبتستمر كمان معاهم وهم شباب ومراهقين. طيب هل العند ده ليه أشكال أو أنواع معينة؟ هو ليه تدرج، يعني في الاول بتبقى مثلا بنسبه قليله قوي، وبعد كده النسبه بتزيد وبيتحول، يعني هو مثلا لما بيبقى مراهق او شاب تيجي تلاقي صور العند بقى بتوصل لمراحل العنف العاليه بقى. يعني التعبير اصلا عن العند بيعبر من خلال العنف، ان هو بتبقى بقى مراحل عدوانيه، اللي عارف انت المشاكل اللي بتلاقيها كتير جدا في الجامعات او في التصادم، في الرياضات العنيفه، ان هو واخدها وسيله، ايا كانت الاداه بقى بيعبر عن العند بتاعه بالعنف، سواء كان موجه للوالدين، لاي حد في الشارع، لصحابه، ان هو يكون القائد عليهم. دي كلها صوره من صور العند اصلا. طيب بالنسبه للاطفال اللي هم قبل ال5 سنين، يعني الاطفال قبل 5 سنين اللي عنده عندهم بيبقى عامل ازاي؟ يعني هل بيبدا مره واحده يعني ايه المراحل اللي بيتدرج بيها العند او بيتدرج فيها العند؟ ممكن نقول ان العند بيبدا كمان من والطفل في مرحله الرضاعه، يعني طريقه استجابه الام ان هي بترضعه ازاي او بتتعامل معاه في الرضاعه ازاي، دي من الحاجات اللي بتكون عنده العند. طريقة الفطام، طريقة بعد كده الأكل، طب الخروج، طب اللبس، كل الطرق، طريقة معاملتي مع الابن في الفترة دي هي اللي بتخليه عنادي أو بتخليه عنيف أو بتخلي عنده أي مشكلة من المشاكل دي، سواء كان من الأول، يعني ممكن نعتبرها من مرحلة الميلاد يعني. طيب هل العند ده ليه علاقة بالوراثة؟ لا، هو ملوش علاقة بالوراثة، هو ليه علاقة بالتنشئة الوالدية نفسها، بالوضع المجتمع او الاسره اللي انا محطوط فيه، بناء على التعامل معايا هو اللي بيطلع ده نتيجه لي. يعني هو العند ده مجرد رد فعل لاسلوب التربيه. يعني هو رد فعل لاسلوب التربيه فقط، ولا يعني وحضرتك شرط ان هو ليه علاقه بالمجتمع؟ ملوش علاقه بالجينات، يعني هو مش حاجه وراثيه، ملوش علاقه بالجينات الوراثيه، هو حاجه يعني ناتجه من البيئه، لانه هو سلوك مكتسب. طيب بالنسبة للأطفال برضو اللي هو السن الصغير، إيه يعني في ممارسات أكيد بتأثر على سلوك الأطفال دي، إزاي نقدر نسيطر على الممارسات دي، أو إيه الحاجات اللي ممكن نتابعها علشان خاطر ننشأ الطفل تنشئة سليمة؟ عشان نعمل تنشئة للطفل سليمة لازم ان احنا يكون عندنا حاجة اسمها الحزم في المعاملة، في التعامل معاه اصلا، يكون في صبر، يكون في حوار، يكون يعني نقف على مواطن القوة والضعف عند الطفل واحنا بنتعامل معاه. ازاي؟ بمعنى مثلا انا عارفة ان امكانيات ابني مثلا ان هو مش هيقدر يحفظ دي، فانا مش اجي اقف قصاده واقوله لازم تحفظ دي في ال10 دقايق دول، انا عارفه ان هو مش يعني امكانياته مش تجيبها، فانا لما اقف معاه على حاجه تظهر ضعفه بيبدا ايه يحول الموضوع طبعا لعدوان،
العدوان مش هيبقى موجه ناحية الأم والأب قوي، مش هيقدر طبعا ان هو يضربهم او كده، ده لما بيكبر بيعمل كده، بس هو طفل ما بيقدرش يعمل ده، فبيعبر عنها بالعند. طب انا مش مذاكر، طب انا مش هحفظ، طب انا مش هاكل، طب انا مش هلبس، مش هخرج، ايا كان بقى الطلب اللي احنا طالبينه منه. لما بنطلب منه حاجة هي اقل من امكانياته اصلا بالدرجة الاولى، وحاجة مثلا هو مش مؤهل ليها، ما عندوش رغبة فيها اصلا ان هو يتعلمها او يعملها. طيب ازاي نقدر طيب ان احنا نغير الاسلوب ده، او ايه الاسلوب اللي ممكن نتخذه بحيث ان احنا ما نوقعش في المشكلة دي؟ هي اول حاجة ان احنا لما نتعامل مع الطفل نتعامل معاه بقدر علمه وسنه، يعني هو مثلا في المرحلة العمرية مثلا في البداية، ان انا مفروض ان الرضاعة مثلا الطبيعية ان انا برضعه مثلا كل عدد ساعات معين بكمية الرضعة بالطريقة المعينة دي، هو ياخد بتاعه، يعني ياخد حقه، ما ياخدش مثلا مش عشان هو ابني وانا خايفة عليه واللبن حاجة مفيدة والكلام ده اديله بقى جرعات زيادة، يبدأ بقى ياخد مني دعم اكتر من الجرعة، يعني الحاجة زادت عن حدها بتتقلب للضد بمعنى صح. ده بتبقى نوع من انواع التدليل الزائد للطفل، لما بستجيب له لتطلباته اكتر من الحد اللي هو مطلوب بالنسبة له او الحاجة اللي هو محتاجها. هو محتاج 10%، يبقى هو ياخد 10%. لما انا بديله الحاجات دي بالقدر اللي هو محتاجه فعلا، بيبقى انسان عادل، ما فيهوش، مش بيتجه بقى للعنف. انا عماله اقول العنف كتير لان هو ده الصوره الاوليه اصلا للعند، هو احنا بنبدا بالعنف وبعد كده ايه بيبقى العند هو الشيء السائد او المنظر العام ليه، بيتحول بقى للعنف نتيجه سواء كانت قسوه في المعامله شديده او تدليل زائد، او ان انا بلبي رغباته بالطريقه يعني زياده او زياده عن الحد المطلوب بتاعه. يعني قسوة، القسوة تؤدي للعنف دي او العند دي يعني ممكن تكون منطقية، لكن التدليل الزائد يدلل يؤدي للعند ازاي؟ عارف في مثلا في المجتمع بتاعنا شويه مثلا يتبسطوا قوي لما الولد يضرب عمه، برافو حبيبي، ده شتم، وده قال، ده عمل، يعني الناس بنقبل احنا الموضوع بالضحك والهزار وحاجه جميله جدا. فعلا. فبيحصل ايه بقى؟ ان هو ده نوع من انواع التدليل، وزي ما انا قلت لك قبل كده ان هو بنديله جرعه زياده من الحاجه اللي هو يستحقها، فاصبح هو حاسس ان الدنيا كلها بتاعته. سواء الحاجة دي كانت رضاعة أو لعب او زمن لعب لعب او معين كده، أو تعالى بقى انزل مثلا بيه الحضانة او المدرسة، هو شايف ان ادوات صحابه هي بتاعته، يبدأ صاحبه ياخد حقه او ياخد مثلا السندوتشات بتاعته او حاجة، يبدأ هو يعتدي عليه بقى وياخد الحاجات دي، لانه هو متربي او مقتنع ان كل حاجة بتاعته، اللي انت عايزه يا حبيبي هتاخده. طيب طب يعني برضو عايزين نعرف يعني الأم ممكن تعمل ايه؟ دور الأم إن هي تغير الأسلوب ده، يعني هو لا تدلله زيادة ولا تعامله بقسوة. طيب مال هو ممكن تتابع معاه خطوات إزاي يعني؟ هو في حاجة اسمها الحزم في المعاملة، ان انا بتعامل معاه بالقدر اللي هو محتاجه، يعني الموقف ده يستاهل العقاب انا بعاقبه فيه، بس بعاقبه بالقدر على قد الخطأ، يعني هو خطأ بقدر ما هو بسيط. يستحمل. لا، الخطأ يستحمل ايه، مش هو يستحمل ايه، مش يبقى الموضوع تنفيس لحالة غضبية عندي انا، لا، هو الموضوع ان هو العقاب يستاهل مثلا قد كده ياخده، والوقت اللي انا اقول له فيه كلمه تبقى هي كلمه حاسمه، يعني مش مثلا الولد عايز يخرج فيجي مثلا يقول لي يا ماما انا عايز اخرج، اقول له لا ما ينفعش تخرج مثلا، لا ده الشارع بره فيه ناس وحشين، او اقول له اي مسمى، بعد شويه يجي يعيط لي، طب خلاص انزل شويه وتعالى. طيب ما هي الأم هنا ممكن تذكر سبب للطفل، والطفل طيب هو مش غبي، هو أكيد ذكي، واللي هو عنده كمية عناد ده أو بطبيعته معاند أو عنيد أكيد هو ذكي، يعني هو على قد ما الأم بتذكر له سبب هو ممكن يتحقق من السبب ده ويكتشف إن الأم بتكذب عليه، بالظبط. فالعلاج هنا بيكون إزاي؟ هو اولا اصلا انا لما باجي اتعامل مع الطفل انا ما بذكرلوش سبب، هو مفروض مثلا اللي هو يسمع الكلام، يعني ان انا مثلا بقول له لا، هي لا، مش لازم انا اسبب له كلمه عشان يبقى هو هيعيش حياته في حاجه نوع من انواع المقايضه، ان انا مش هذاكر غير عشان اخد ده، مش هعمل كذا غير عشان، كلمه عشان دي بتبقى حاجه زي المقايضه، طب خلاص انا مش عايز،
الحاجه دي، فبناء عليه مش هتصرف التصرف ده. فهو بيبقى الخطأ اصلا في الاسلوب من الاول. انا مفروض بدي الامر بصيغه مباشره واضحه وقصيره، وما بستجبش لاي بقى عياط او اي حاجه. ده في البدايه خالص، يعني نقول ده حاجه كده شبه الوقايه اصلا، ان انا ادخل في مرحله العند. انما لو فضلت استجيب له وهو في الاول مثلا طفل صغير، ايه طلباته؟ يعني حاجات حلويات مثلا او خروج او حاجات بسيطه اقدر احققها. انما مثلا لما يكبر هبدا انا، مش حته ان انا ما بنفذلوش، هو انا مش قادره اعمل له اللي هو عايزه. بناء عليه طبعا بيحصل بقى العند، العنف، ان هو يخرج بره بقى، يعمل، يتجه بقى للسرقه والحاجات اللي اكبر من كده كمان. طيب في مرحلة الطفولة أكيد هو بينمو، ومع مثلا استمرار سلوكيات خاطئة من ضمن الآباء مثلا أو الأمهات، بيبدأ الطفل العند ده يزيد عنده فترة ورا التانية ومرحلة ورا التانية. طيب إمتى الطفل ممكن يدخل في مرحلة أزمة نفسية بسبب إن هو فضل مدلل لفترة معينة 10 سنين مثلا، وبعد كده الأم تبدأ تنتبه للخطأ بتاعها وعايزة تعالج قطع مرة واحدة، فالطفل ممكن يدخل في أزمة، أو يدخل بقى إيه، إن هو يعور نفسه، إن هو إمتى إن أنا ألجأ للدكتور؟ هو يعني اجابتي عليك فيها شقين. هو لما تيجي الام توقف فجاه، هي بتعمل له فعلا صدمه، فممكن نتطور وندخل في حاجه اسمها انفصام شخصيه، وندخل في موضوع تاني خالص. انما حته بقى ان هي تعمل ده ازاي، مثلا خلاص انا ابني كبر ووصل للمرحله دي وبقت شديده جدا، انا لازم بقى في الحاله دي فعلا ان انا الجا لطبيب. باخد بيبقى شغل بقى متخصص شوية، اللي هو دواء كيميائي مع جلسات نفسية في نفس الوقت، مع إرشاد أسري. بياخدوا برنامج كده هما يمشوا عليه، وبنبدأ طبعا بالأسرة ان احنا نبدأ، وفي بتبقى أخصائيين كمان بينزلوا لزمايله في الجامعة او في الوسط اللي هو فيه، ويبدأوا. لو مثلا في مدرسة بيبقى الشغل مع الأخصائي النفسي او الاجتماعي اللي موجود في المدرسة، بيبقى يعني الشغل بكذا محور يعني. طيب هو العلاج بيبقى عضوي وبيبقى طبعا برضه جلسات؟ يعني هو طبعا ما ينفعش يكون جلسات بس؟ لا، يعني هو لازم يبدأ، طالما هو وصل لمرحلة ان هو يروح للدكتور، بالتالي لازم أبدأ معاه. طيب هل ممكن انطلاقا من برضه الأمراض العضوية، هل ممكن طفل يصاب بمرض معين أو أزمة صحية معينة يطلع منها شخص عنيد؟ لانه نتيجه ان هو عايش في كارير المرض يعني، فاحنا بنجيب له اللي هو عايزه بقى. ده احنا ما صدقنا ياكل، ما صدقنا يفوق ويكلمنا، بنبقى مبسوطين بيه ان هو يعني استعاد صحته شيء ما، فبندي له كل متطلباته، فنتيجه التدليل دي بنوصل برضه للعند. طيب حضرتك برضو قلتي ان البيئه المحيطه ليها تاثير كبير. انا في يعني البيت ممكن الاسره تسيطر على سلوكياتها او تعاملاتها مع الطفل او مع الشاب ده. طيب هو على مستوى المجتمع يعني هتبدا تسيطر ازاي على اصدقائه وعلى اصحابه وعلى اقاربه؟ هو بص، الأسرة مفروض تسيطر على شقين، مش التعامل مع الطفل وبس، وتعاملهم هم يعني الزوج والزوجة مع بعض، التعامل الشخصي ما بينهم ده كمان من المؤثرات، لأنه هو شايف قدامه النموذج. يعني لما يبقى شايف الأب بيضرب الأم أو العكس، يعني أيا كان، هو شايف لا، عنف هو الأب قدامه. هو اللي هيضرب الأم. لا، في ناس بيضربوا ساعات يعني، فهو شايف العنف فبيبدأ يمثله، او ان هو يتوحد مع الخصم اللي هو ايه الضعيف يعني شوية كده، فبيبدأ الموضوع يتحول. يعني معظم في حالات كتير جدا تبقى جاية مشخصة ان الطفل هو اللي عنده الاضطراب، وهو نتيجة اصلا المشكلة الخلافات الأسرية اصلا في الاول وفي الاخر. يعني في حالة انا افتكرها، حالة انتحار، يعني هي كانت بنت كمان ثانوية عامة متفوقة جدا، يعني ما شاء الله بتطلع ترتيب عالي جدا. كل المشكلة سوء معاملة الأب للأسرة، للأم طبعا، وليهم كبنات عشان ما خلفوش ولد أو كده. فبدأ الموضوع فيه تهكم، فيه سوء معاملة جدا. البنت بدأت إن هي عايزة تنتحر عشان مش تبقى موجودة في الوسط ده يعني. فده اسلوب انسحابي، هو بعيد عن العند شويه، هو بدا يعني ده ضعف شويه يعني. هو احنا ساعات بنستجيب بالموضوع بطريقه ايجابيه ان انا ابقى عنيف، او بطريقه سلبيه ان انا انسحب واقرر الانتحار. يعني هو شقين للمعامله يعني. طيب برضو
ممكن معاملة الأم لبعض أو أفراد الأسرة. يعني هو الطفل مثلا، أنا عندي طفل وعندي أكيد في ممكن يكون ليه إخوة، ده أكيد. طيب أنا لما عامل طفل بشكل مدلل شوية، أخوه ده مش ممكن يتسبب عنده حاجة زي عناد أو كده؟ ده طبعا هو التمييز في المعاملة، يعني دي بتبقى بقى فكرة التمييز. هو ما فيش أب وأم بيحبوا طفل عن طفل، بس هي بتبقى فكرة إيه، إن ده عشان مريض شوية، ده عشان الصغير، ده عشان الولد، ده عشان البنت، كل واحد بقى حسب ميوله ورغباته. فبيبقى ايه، واخد حقه شوية، يعني مدلل شوية، فده طبعا بيعمل أزمة عند التاني وبيعمل أزمة عند الاتنين. للأسف الاتنين بيبقى عندهم مشكلة. يعني التمييز بين الأبناء ده برضو من مسببات العناد. طبعا أستاذك يا دكتور، نطلع فاصل. اتفضل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، كونوا معنا. عام 2015 والحصيلة على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين، دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها. لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن السلوكيات الخاطئة عند الآباء وإزاي نقومها. ودلوقتي يا دكتور عايزين نكمل، إزاي نقدر نغير العناد ده من خلال خطوات متتالية، من حاجة سيئة لحاجة إيجابية، يعني نخليه مثلا ينحصر في تفوق دراسي أو نستغل طاقته يعني. هو ده بيبقى ليه كذا صورة، بيبقى محتاج يعني تأهيل من كل الجوانب، من الأسرة طبعا في البداية، ومن الأخصائيين اللي حواليه اللي هم فاهمين الموضوع كويس وقادرين ان هم يتعاملوا بيه ويتصرفوا معاه. يعني مبدئيا مثلا ان احنا بنبقى محتاجين ان احنا نعمل له برنامج يومي. طبعا هو نتيجة العند عنده هو ما بيحققش البرنامج ده، فببدأ ان انا عشان اتعامل معاه انا بتعامل بفكرة الحوار، ان هو في وقت هادي جدا ما فيهوش اي انفعالات خالص، بنيجي ونقعد مع بعض ونحط برنامج هو اللي يختاره بنفسه، وهو اللي يختار عقابه، وهو اللي يختار ثوابه. يعني هو اللي يختار انا هتعامل ازاي. مثلا برنامجي اليومي 1 2 3، انا همشي ببرنامج معين. إيه اوكي ماشي، طب انت لو ما التزمتش ايه العقاب المناسب بالنسبه لك؟ هيقول انا عقابي كذا، او هيختار الشيء المعين. إيه على فكره من مميزات قوي الشخص العنيد ان هو بيعاقب نفسه بقسوه، يعني وكلامه بيلتزم بيه جدا، رغم ان هو يعني ما بيظهرش ده، يعني هو ما بيظهرش ان هو اتكسر او ان هو مخطئ قدامك، طبعا بيرد بكفاءه عاليه جدا. بس لا، هو فعلا بيبقى حاسس بان هو اخطأ، وبيقوم نفسه وبيعاقب نفسه وبيعدل الموقف، بس من غير ما يكون تحت الاضواء بمعنى اصح. يعني ما فيش مشكله مثلا هو لو اذنب بان هو عور زميله او كده، بعد كده اللي هو يروح يزوره او يوده او يصلح الموضوع، يتصل مثلا بالدكتور او يساعده اي مساعده، بس ما يقولش ان هو ما يعترفش ان هو مخطئ. بس لانه بيعدل الموقف. فاحنا هنبقى محتاجين ان احنا نعمل برنامج، برنامج من خلال الحوار. انا بستخدم فيه قوي فكره القصص، ان احنا نقعد نحكي مع بعض، احكي له قصص ونماذج لناس بالمعلومه او الهدف اللي انا عايزه اوصله له. بوصله له ده من خلال قصص معينه، من خلال عروض معينه. لو هو عنده طاقه ذهنيه عاليه مثلا في استخدام الكمبيوتر والانترنت، طبعا ده حاجه متاحه جدا للجيل دلوقتي، فهو ان انا استخدم ده في التصور اللي انت شايفه. طب ايه رايك تكتب قصه؟
يعني انت شايف مثلا ان يعني الشخص ابدا ده اقترح عليه ان هو يكتب قصه. بيعرف يكتب يكتب ومفيش مشكله خالص. طب تعالى ناخد القصه بتاعتك دي ونبدا نصعدها، طب يلا نوديها الاتجاه الفلاني، طب بلاش قصه، طب يعزف موسيقى، طب نلعب رياضه هاديه مش رياضات العنف نهائي، لان الرياضات العنيفه هي بتزود اصلا عنده المشاكل دي. مش بستخدمها، لا انا بستخدم الحاجات الهاديه الكلاسيك بمعنى اصح يعني. ده دي طيب دي ده اول اسلوب، هل في اساليب تانية غير طبعا الاسلوب؟ ان انا ببدا كمان اميز في الوسط بتاعه، مش اخليه دايما في جو صاخب وضغط عليه، ما اخليهوش مثلا بيتعامل في الممارسات العنيفه دايما، لا احنا ممكن مثلا نخرج في اماكن هاديه، لما يتفسح يتفسح في اماكن هاديه، مش دوشه بقى وازعاج وكده، لا اماكن هاديه كويسه. يعني كمان مثلا ما اقولش ان انا في الساحه واديه يتفرج على ماتش ملاكمه، اقول لك لا طبعا، ولا ان هو يدخل سينما مثلا يتفرج على حاجه دم يعني، لا لا هو عنده ده كفايه يعني، هو عنده التصور ده كويس قوي. طيب في نقطة تانية برضو، الأفلام والمسلسلات يعني إيه مدى خطورتها على الطفل؟ هي ملهاش خطورة قد ما هي هو استقباله ايه، قابليته للموضوع عاملة ازاي. يعني هو كده كده يعني اي طفل في الدنيا هو بيتعامل مع المسلسلات سواء كانت رومانسية او كانت عنيفة، هو بيسمع الاتنين، بس المهم انا استجبتي ايه. لو انا حبيت بقى مثلا العنف وبقيت مستجيبة ليه وبسمعه اكتر ومركزة معاه وكده، ابدأ انا اسحب ابني، دي ده اروح جاية سحب الابن من الموضوع، مش اسحبه بقى بحاجة اجباري اطفي التلفزيون، لا مفيش مشكلة ان احنا نجيب حاجة هادية كده ويلا نسمعها مع بعض، طب اسأله فيها، طب يلا نتناقش، هو الموضوع ده شدني، شفت انت الممثلة دي عملت كذا كذا، طب ده صح ولا غلط، طب ايه اللي كان المفروض يحصل، بندخل بقى بلغة حوار بشكل تاني. طيب انا اقدر برضو احدد شخصية الطفل ده ازاي؟ يعني ممكن الطفل يكون عنده نسبة عناد وانا مش قادر اتصور اذا كان ده عناد ولا مثلا ده تأخر ذهني، ولا يعني اقدر افرق ازاي بين شخصية الطفل او بين المشكلة اللي عند الطفل اذا كان هو عناد او غير عناد؟ لا هو العناد واضح يعني، مش يعني هو حاجة يعني بينة. ممكن الطفل انا اطلب منه طلب معين فالطفل يقول لا انا مش عامل، او يتأخر او يأديه بشكل خاطئ، فانا ممكن افهم ان هو عنده تأخر ذهني او عنده مشكلة مثلا ذهنية. فما لا هو فكرة ان هو مثلا ما يستجبش للامر او ان هو يتأخر في الاستجابة، ده ما لوش علاقة بالعند خالص يعني، ده موضوع تاني، ده شق تاني خالص من العادات السلوكية. بيبقى اصلا الطفل هو يعني هو عايز يطنش، هو مش عايز ينفذ الامر، هو ما عندهوش رغبة اصلا في الاستجابة او في التواصل معايا، هو مش عايزني. وفي حاجة عندنا في حاجة اسمها ايه، تركيز الانتباه بتاعه، ان هو مش مركز الحاسة اصلا، يعني هو ماسك القلم بس مش مدرك ان هو بيكتب، يعني هو مش مركز، مش حاسس بايده فيها ايه. في مثلا اطفال تيجي مثلا اكلوا دلوقتي خلاص، هم اكلوا المفروض شبعانين، يجي يقولك انا عايز اكل، يا حبيبي انت لسه واكل، هو مش ادرك ان مثلا احساسه بالجوع انتهى. طيب برضو نرجع تاني للخطوات اللي ممكن نتبعها بحيث ان احنا نغير العناد ده. احنا قلنا اول حاجة الحوار ان احنا بنعمل برنامج من وبيبقى خلال فيه الحوار. وبيبقى فيه حوار، بنبدأ ان ندخله ان هو يدخل يعني يمارس ممارسات تكون هادية تعمل له هدوء، ده لو كان كل الموضوع هي مجرد نسبة عند عادية وحاجات تعدي زي ما بيقولوا يعني، انما لو الموضوع زاد ده طبعا بيقع تحت مقاييس معينة، بنعمل له اختبارات معينة بنشوف النسبة بتاعته قد ايه، بناء على النسبة دي بقى بيبدأ ياخد بقى علاج دوائي وجلسات واخصائيين بقى، الموضوع يكبر شوية. طيب العناد ده هل ممكن يوصل لمرحلة ان هو يسبب امراض عضوية؟ طبعا ازاي طيب؟ في بتبقى مثلا اطفال بيصابوا بحاله ان هو عنده نتيجه توحده بفرد من افراد الاسره، يعني مثلا هو شايف عنف الاب موجه للام فبدا ان هو يتوحد بالام وعايز يديها كل اللي ناقصها بمعنى اصح من باباه، فبيبدا يتعامل، ففجاه الام مثلا يحصل انفصال، لا قدر الله يحصل وفاه، يحصل اي حاجه من الحاجات دي، فبيبدا يعاقب نفسه ان هو مش حافظ عليها،
يعني هو ما مش حافظ عليها، بس هي الصورة دي مش بتبقى صورة عند، هي تطور لحاجة تانية خالص، لمشكلة تانية. بس هو بيبدأ بقى ان هو يأذي نفسه ان انا ما ازاي ما قدرتش احميها، ما قدرتش احافظ على الكيان ده. الشخص العنيد من الشخصيات اللي ملتزمة جدا بكلمتها قوي، يمكن غريب قوي ان انا امدح فيهم. فعشان كده لما بيمروا بالذات بتجارب عاطفية في مرحلة الشباب والمراهقة، بتبقى المراحل دي قاسية عليهم جدا، وبتحصل لهم يعني ممكن نتيجة الفشل في العلاقة العاطفية ان هو يوصل لمرحلة الانتحار. طيب امتى اقدر اغير العند عند الاطفال؟ يعني ايه هي الفئة او الفترة الزمنية اللي هو قبلها ممكن اغير وبعدها ما ينفعش ان انا اغير العند، او توصل لمرحلة بقى ايه مشاكل ومضاعفات اخرى؟ طول ما هو صغير وقابل للتعديل، ممكن نقول ان احنا بنتكلم في لغاية 6 سنين، وممكن يتعدل بعد كده، انا ما بفقدش الامل، بس بتبقى الدرجة اصعب. هو لغاية 6 سنين لسه الموضوع سهل وعقابه سهل شوي، انما بعد كده الموضوع بيزيد معايا جدا. بيتحول فيها الطفل لعنف بقى بره، فانا مفروض بقى ان انا بقوم المجتمع باشمله عشان ابدا اعدل الطفل، فبيبقى التعديل شويه صعب جدا. انما طول ما هو لسه في البيت انا قادره ان انا اسيطر عليه او اسيطر على الموقف واتعامل معاه. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتكلمنا عن العند عند الاطفال والممارسات الخاطئه لدى اولياء الامور، وازاي نقدر نغير او نعدل من العند من خلال خطوات معينه، اهمها الحوار، وضع برنامج للطفل بحيث ان هو يتحمل مسؤوليه اخطائه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واشكر ضيفتنا الدكتوره نسرين ابراهيم اخصائي الطب النفسي. شكرا جزيلا دكتوره، ولغايه نشوفكم الحلقه الجايه دمتم في امان الله. مصر للتامين، صرف عريق وعطاء متجدد بالخبره والاصاله في مصر والشرق الاوسط. مصر للتامين، خبرات وعقول مصريه ترجمت الانتماء والروح الوطنيه. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015، والحصيلة على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين، دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها. لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114.